بسم الله الرحمن الرحيم. أنا معكم الدكتور أسامة الخولي، أستاذ طب الأطفال وحديث الولادة. أتمنى تكونوا بخير وأحسن حال. إن شاء الله هنتناول موضوع هام جدا النهاردة عن البايركسيا أوف أنون أوريجين. طبعا أهمية الموضوع ده هو إن ده بيعتبر هو ده الصعب بالنسبة لبعض الحالات في الأطفال، ان انت تبقى عندك حالة مسخنة ومش عارف توصل للسبب بتاعها، ويمر عليك مدة وانت مش عارف توصل للسبب ولا تبدأ في العلاج. لازم نعرف كويس يعني ايه الاول كلمة فيفر. فيفر معناها elevation of body temperature above the normal value، وكلمة فيفر بالنسبة لنا اسم عام وكومبلين كومون جدا، لدرجة ان ده ممكن شغلنا في العيادات بتاعتنا باستمرار. من أكثر الأسباب والحاجات اللي بتشغلنا في عيادتنا هي الفيفر. طيب لو جالك العيان وعنده فيفر، احنا بنقسم الفيفر إلى نوعين: فيفر ويز أفوكس، أول ما تفحص العيان كده تلاقي عنده على طول واضح إن في عنده فوليكل، عنده ساينس، عنده جاسترونترايتس، يبقى دي اسمها فيفر ويز أفوكس، يبقى الإتيولوجي بتاعنا واضح. لكن ممكن تقابلك حالات فيفر وزاوت افوكس اونلي elevation of body temperature اكتر من او يساوي 38.3 with no other signs واضحه قدامي. دي نرجع نقسمها الى نوعين: fever of unknown origin وفيفر وزاوت localizing sign. الفيفر of unknown origin بتبقى restricted دايما للاطفال اللي فوق 3 سنين، لكن فيفر وزاوت localizing sign دي بتبقى برولونجد فيفر لمده حوالي اسبوع في الاطفال اللي اقل من 3 سنين. وبنرجع نقسمها تاني الى 3 كاتيجوريز: نيونيتال في الفيرست مانس، ومن الفيرست مانس لحد الثيرد مانس، ومن الثيرد مانس لحد الثيرد يير. لو جينا على الفيفر اوف انون اوريجين، الديفينيشن اللي هنتكلم عليه ده هو الديفينيشن اوف كلاسيك فورم اوف فيفر اوف انون اوريجين. ايه هو؟ لابد ان هو يكون في الكرايتيريا اللي احنا هنقولها دلوقتي. الفيفر بتاعتي تكون كونتينوس او انترميتنت اكتر من 38 و3 شرط او 101 فرنايت، والديوريشن بتاعتي دلوقتي تكون اكتر من 8 ايام، يعني 8 ايام فيما اكثر، ومش لاقي اي سبب من الاسباب باي انيشيال كلينيكال اند لابوراتوري ايفالويشن، سواء في الاوت بيشنت يعني الطفل بره وانا عمال اعمل فحوصات في الاوت بيشنت كلينيك لمده 7 ايام، او داخل المستشفى لمده 3 ايام، او على الاقل جالي في 3 زيارات 3 اوت بيشنت فيزيتس ويزن الثمان ايام اللي احنا بنقول عليهم دول. يبقى دي في الحاله دي بيسموها فيفر وانون اوريجين. كان زمان في اولد ديفينيشن ان لازم يكون عدى على الفيفر 15 يوم عشان اقول دي فيفر اوف انون اوريجين. حاليا بنكتفي ب 8 ايام فقط due to في rapidity of diagnosis، في another في many tools for investigation and the rapidity of the result of investigation. فده خلى الديفينيشن بتاع الفيفر في unknown origin restricted على 8 ايام بس without knowing the cause. هل في كلاسيك فورم؟ هو اللي احنا بنقوله. في other form of fever في unknown origin زي النوزوكوميال fever of unknown origin. طب اختلافه ايه عن الكلاسيك فورم؟ ان النوزوكوميال ده هوسبيتال اكوير، يعني الطفل ده داخل المستشفى ما عندوش فيفر، جات له الفيفر بعد 48 ساعه في المستشفى واستوفت الشروط بتاعتنا اللي هي اكتر من 38 و3 شرط، وبقى لنا 3 ايام عاملين يدور على السبب مش عارفين نعرفه، يبقى في الحاله دي اسمها نوزوكوميال اف يو او فيفر اوف انون اوريجين. في اميون ديفيشنت، يبقى العيان ده اساسا هو اميون ديفيشنت بيشن، عنده مشاكل في المناعة، ولقينا ان هو عنده انترميتنت او كونتينوس فيفر اكتر من 38.3 شرط، والنيوتروفيل كاونت بتاعه اقل من 5000 بير كيوبيك ملي متر، وبقالنا 3 ايام عمالين ندور على الكوز سواء هوسبيتال او اوتسايد، يبقى في الحالة دي بنسميه اف يو او ان اميون ديفيشن. في حاجة اسمها اتش اي في اسوشيتد اف يو او، نظرا لان حالات الايدز او اللي هو الاميون ديفيشنسي الاكوايرد اميون ديفيشنسي سندروم ده عنده اميون ديفيشنسي، فلقينا ان هو لو جالي فيفر 38.3 شرط مع اوت بيشنت اكتر من 4 اسابيع،
او امبيشنت اكتر من 3 ايام، في الحاله دي بنعتبرها ان ديت عباره عن اف يو او. طيب ايه هو الكومن كوزز اوف اف يو او؟ في انفكشوس، في مالجنسي، في اوتو اميون، في ميسيلينيوس، في حاجات كتير قوي، لكن الموست كومن هو الانفكشوس، لدرجه حتى كمان ناس قسموه الى انفكشوس كوز ونون انفكشوس كوز. الانفكشوس كوز بيمثل حوالي من 35 ل 40%، يعني تقريبا حوالي نسبه كبيره جدا من الحالات، ومنها ما هو بكتيريال، منها ما هو فيرال، منها ما هو بروتوزوال، منها ما هو فانجل، ومنها ما هو سبايروكيتال. يبقى في اسباب ثانيه كتير. البكتيريال كوزز على راسهم في الاطفال البايلونفرايتس، وعلى راسهم في الكبار في الادلت الابسس اللي هو هيدن ابسس مش معروف مصدره فين، لكن برضه بنلاقي ابسس في الاطفال واوستيومايلايتس، والانفكتيف اندوكاردايتس اللي هو التهاب في عضله القلب، او تيوبركلوزس، او تيفويد فيفر، او بروسيلوزس. يبقى دي كلها ما هي بكتيريال انفكشن. لو جينا على مستوى الفيرال انفكشن، عندنا حاجه اسمها السيتوميجالو فيروس والابشتاين بار فيروس، ودول بيعملوا عندنا مرض مشهور جدا اسمه الانفكشوس مونونيوكليوزس، وده كومون في الاطفال وبنشوفه كتير، وممكن بعض الانتيرو فيروسز ممكن تعمل برولونجد فيفر. على مستوى البروتوزوا يهمني الملاريا والتوكسوبلازما والفنجل انفكشن الهيستوبلازموزس، وده اكتر موجود في الاميون كومبرومايز والاتش اي في بيشنت. طيب تاني سبب في الاطفال بيعمل لي فيفر اوف انون اوريجين وهو المالجنسي، والمالجنسي ده كومن في الاطفال، وذا موست كومن مالجنسي ان شيلدرن از لوكيميا، بيمثل حوالي 30% من حالات المالجنسي. طبعا في اذر مالجنسيز ممكن يعمل لي فيفر زي الليمفوما اللي هو سرطان الغدد الليمفاويه، او النيوروبلاستوما اللي هو بيطلع من السوبرا رينال جلاند والنيورال كريست. في عندي اوتو اميون ديس اوردر ويتش از كومن اولسو ان شيلدرن، وده انفلاماتوري كرونيك انفلاماتوري كونديشن زي الايديوباثيك روماتويد ارثرايتس والسيستميك لوبس اريثيماتوزس والانفلاماتوري باول ديسيز، وعلى راسهم الكرونز ديسيز والالسراتيف كولايتس. ميسيلينيا كوزس في عندنا مثلا وليكن الكوازاكي، احنا الكوازاكي اساسا برضو احيانا بنحطه مع الكولاجين او الاوتو اميون. في عندي دراج فيفر، يعني دراج انديوزد، يعني اخذ دراجز وعملت لي مشاكل، او بريودك فيفر، ودي حاجه انهيرتد كونديشن اوف ريكرنت اتاك اوف فيفر، وتبقى برولونجد ومش معروف سببها، ودي من ضمن الاسباب. طبعا في اسباب كتيره، لكن احنا هنقول الحاجه المهمه بالنسبه لنا. انا عشان اوصل تشخيص اف يو او لابد ان انا اعمل جود هيستوري تيكينج، يعني اخد تاريخ مرضي كويس، اعمل جود كلينيكال اكزامينشن، وحتى مش جود، ده جود كلينيكال اند سيريال اكزامينشن، يعني بفحصه وكل كام يوم اشوفه يمكن يظهر اعراض ثانيه او علامات اخرى تشخص لي المرض. طبعا الانفستيجيشنز دي كتيره جدا، منها ما هو انفيزيف ومنها ما هو نون انفيزيف، وفي قاعده عندنا ان احنا دايما بنبدا بالنون انفيزيف انفستيجيشن سواء على مستوى اللابوراتوري او الراديولوجيكال، لو ما لقيتش فيه فايده وما وصلتش التشخيص ممكن بعد كده الجا الى الانفيزيف مانيفستيشن. طيب العيان بتاعك هيجي يشتكي بايه؟ هيجي يشتكي بفيفر، هيستوري اوف فيفر، ويقول لك المده بتاعته بقى لها قد ايه؟ واحنا قلنا شرط عندنا في الكلاسيك اف يو او ان على الاقل 8 ايام فيما اكثر، ومش عارف اوصل للكوز، والحراره فوق ال 38 وثلاث شرط. يبقى دي بالنسبه لايه؟ للكلاسيك اف يو او. هيسترو فيفر معاه بعض السيمتومز او ما معهوش. لو معاه بعض السيمتومز هيديك كلو للدياجنوزس، هيديك اشاره السيستم افكتد فين. ولازم لما اكتب الكومبلينت اكتبه ان كرونولوجيكال مانر. يعني ايه كرونولوجيكال اوردر؟ يعني اللي ظهر الاول ثم الثاني ثم الثالث. يبقى انا خدت الكومبلينت بتاعي. وجود ايه؟ فيفر معاها ديسيوريا ولوين بين، يبقى انا دخلت في سكه يورينري تراكت انفكشن او بايلونفرايتس. معاها فيفر دراوزنس كونفالجن، يبقى سكه مننجيتس وانسفالايتس. يبقى دي كلها حاجات كلو للدياجنوزس، انا لسه ما وصلتش للتشخيص. الخطوه اللي بعد كده ان انا بعمل اناليسيس للكومبلينت واناليسيس اوف سيمتومز ريليتد تو ذا سيم سيستم ثم سيستم ريفيو او ما يسمى بالبريزنت هيستوري من اونست وكورس وديوريشن، وبعدين الكاركتر بتاعتي وايه الاسوشيشن وايه اللي بيزوده وايه اللي بيقلله وهكذا. طيب الاونست والكورس لو هي فايرال كوز دايما البيك بتاعتي تبقى رابد، يعني خلال يوم او اتنين بوصل للبيك بتاع الفيفر وادناها كونتينوس لفتره او غيره.
في البكتيريال فيفر، الفيفر بتبقى جرادولي انكريزنج داي باي داي. خلاص، لو هي بارازيتك، في عندي بعض الفيفر ممكن زي الملاريا تايب بيبقى واخد سايكليكال باترن، سايكليكال باترن، والسايكليكال باترن ده يا جماعه معاها احيانا كولدنس وهوتنس وسويتنج، يبقى دي الكرايتيريا بتاعت الايه؟ الانست والكورس والديوريشن في حالات ايه؟ الملاريا. الباترن بتاع الفيفر نفسه، وده اتشرح في جزء الجنرال اكزامينشن، انها بتكون كونتينوس فيفر، يعني فيها ديلي فلكتويشن بس في حدود النورمال ديلي فلكتويشن، ما يوصلش للبيز لاين خالص اللي هو في حالات النمونيا والي تي اي. وممكن تكون ريميتنت، ريميتنت يعني في ديلي فلكتويشن اكتر من 2 ديجري بس برضه ما بتوصلش للبيز لاين. لكن لو بقت انترميتنت وبتوصل للبيز لاين يبقى زي الملاريا والبروسيلا وغيره. ممكن تكون حاجه اسمها ستيب لادر، يعني لما تيجي ترفع تلاقيها رفعت تدريجيا، يعني اول يوم بقت 38، ثاني يوم 39، ثالث يوم 40، اسمها ستيب لادر باترن، وبعد كده تاخد الباترن بتاع الكونتينوس فيفر زي التيفويد. ولا ممكن تكون ريلابسنج فيفر، يعني فيفر وزن اكتر من 3 دايز، 5 ايام فيفر و5 ايام نو فيفر، 5 ايام فيفر، يبقى دي زي الريلابسنج او البلقبشتاين في حالات الليمفوما. الاذر اسوشيتد مانيفيستيشن زي الشيلز او رايجر في حالات الملاريا والبروسيلا والاوتيتس ميديا، ان انا الاقي في مايالجيا وتكسير في الجسم شديد زي البروسيلوزس، وده نوع من البكتيريا الانفكشن بالبروسيلا، او الدينجي فيفر وده نوع من الفيرال انفكشن بيحصل بالدينجي فيروس، او الكوفيد 19 اللي طبعا طرق علينا جديد وبيعمل انفكشن بالكوفيد 19 فيروس. ممكن الاقي في اكسسيف سويتنج زي التي بي والبكتيريميا والملاريا والمنجيتس. ممكن يلاقي العيان جاي بدراوزنس وهيدك وكونفولجن، يبقى ده مع حالات المننجيتس، او سيفير ابدومينال بين وبلادي دايريا زي حالات الانفلاماتوري باول ديسيز. مهم قوي وانا واخد الهيستوري بتاعي اسال على الباست هيستوري اوف ميديكال هيستوري، ان عنده اي كرونيك بروبلم، يعني مثلا عنده اميون ديفيشنسي او عنده اتش اي في او حاجات تدي هاي ريسك، او عنده ريكرنت نيوتروبينيا تؤدي الى ان هو يخش دايما في فيفر اوف انون اوريجين لان الجهاز المناعي بتاعه، او اوبريشنال هيستوري عمل اوبريشن لحاجه معينه وبعد كده فولود بكومبليكيشن، او دراج هيستوري اللي ممكن يعمل لي دراج فيفر زي انتيبيوتيك او انتي كونفولجن او الهاليبريدول، ومجموعه كبيره جدا من الدراجز ممكن تعمل لي فيفر اوف انون اوريجين. الالرجيك فاكتور هيستوري برضه فيري امبورتنت، والهيستوري اوف ترافل تو اذر اريا، يا اما رايح لاريا فيها انديميسيتي او ايبيديميك، ماشي ايبيديميك كونديشن، او عندها مثلا زي الملاريا، او عندها مثلا زي الجابانيز انسفاليتس، يعني راح لمكان زي مثلا افريقيا فدايما عندهم الملاريا منتشره، فخد عدوى جالنا فيفر بقى له مده مش عارفين نتعامل معاه. انا مره كان جالي عيل في السعوديه، وبعدين الولد ده هو كان جالي فيفر 10 او 12 يوم، واول 10 ايام شخصت ان هو تيفويد فيفر وكان بوزيتيف، وبعدها باسبوعين لقيته ايه؟ دخل في فيرال هيباتيتس. فالولد ده هو كان اكل اكله كشري بس، فخد 2 انفكشن في 1 سيتنج، اللي هي الايه؟ التيفويد والفيرال هيباتيتس. طب انا لما باجي اعمل اكزامينشن يبقى احنا خدنا الهيستوري كويس جدا، واهتمينا ببعض النقاط المهمه في الهيستوري اللي هي تعتبر ككلور الدايجنوزس. لكن انا وانا بفحص العيان يهمني حاجات كتيره قوي. انا عندي الاكزامينشن قلت لكم بنقسمه الى جنرال ولوكال، والجنرال الابيرنس والميجرمنت والهيد تو تو، لكن انا عندي يهمني الايج بتاع الشايلد هنا في حاجات، ان دايما من عمر سنه لحد 5 سنين، يعني من عمر اللي هو السن الصغير اقل من 5، ومن 5 ل10 وفوق ال10. اقل من 5 اكتر سبب عندنا البكتيريميا واليو تي اي والدياريه والاوستيمايلايتس، من 5 ل10 الانفكشنات بشكل عام التيفويد وبعض الفيروسز، اكتر من 10 يهمني التي بي والتيفويد والروماتيك ايه فيفر. طيب نيجي بالنسبه للسكس بشكل عام، الفيميل اكتر الاسباب عندنا اليو تي اي والبلفيك انفكشن، ده كومون ان فيميل، لكن في الميل في عندنا الالرجيك فيفر والتيفويد والتي بي از فيري كومون، لانه دايما الميل بيخرجوا كتير ومعرضين للانفكشن، فده فيري فيري امبورتنت.
طيب الفيزيكال اكزامينيشن بقى ان انا بعمل كيرفول اند كومبليت اكزامينيشن، والكيرفول اند كومبليت اكزامينيشن دهوت مش بثبت عليه، لكن كل شويه اعمل ريبيتيتيف اكزامينيشن تو بيك اب سطل اور نيو ساينز كان هيلب ان دايجنوزس. واحنا عندنا الاكزامينيشن في جنرال ابييرنس الكونشوس ليفل از فيري امبورتنت، لان في حالات كتيره ممكن تعمل ديسترب الكونشوس ليفل، طبعا اهمها المننجيتس. لازم ابص على البيلت والنورشمنت، لان الطفل ده عنده بقى له مده في حاله سيئه وممكن يكون هو اندر بيلت من الاول. الحاجه الثانيه بشوف اي ابنورماليتي في فيشل اكسبريشن تبقى ليا ككلو، هنلاقي الفيز بتاعنا توكسيك وال وممكن يبقى ديهايدريتد في حالات السبتسيميا، او ان انا الاقي ابنورمال ديكيوبيتاس زي البيبي اللي نايم قدامنا ده وواخد اللي هو الاوبسوتنس بوزيشن بتاع المننجيتس، وده بيبقى فيه هايبر اكستندد نيك مع هايبر اكستنشن اوف ذا باك مع فليكشن اوف ذا ايه اوف ذا لور ليمب، كل ده عشان يقلل البريشر على النيرفس ويقلل البين ان ذا باك. وممكن العيان ده يجي بابنورمال كلوريشن سبيشال البالور في حالات البكتيريميا والسبتسيميا. فاذا انا من الجنرال ابييرنس لقطت بعض الحاجات ممكن تستخدمها ككلو فور دايجنوزس. مهم جدا برضو ان انا اشوف الانست والباترن اوف فيفر والجريد اوف فيفر. انا الانست عرفت ان هي اكيوت ولا كرونيك، يعني وزن دايز ولا بقالها اسابيع وشهور، والباترن احنا قلنا عليه الكونتينوس والانترميتنت والريميتنت والريلابسنج من شويه. لو جينا على الجريد اوف فيفر ممكن تبقى فيري هاي فيفر زي حالات الدنجي والتيفويد والملاريا، وممكن تبقى لو جريد فيفر زي الاتش اي في والتي بي. الهيد تو اكزامينشن بلقط بعض الحاجات من الفيشيال اكزامينشن، وليكن زي الاي الاقي فيها انيميا زي حالات الملاريا بيبقى فيها انيميا، واللوكيميا والسب اكيوت انفكتيف اندوكاردايتس والكالا ازار اللي هي الفيسترال ليشمانيزيس. ممكن الاقي فيه جوندس اوف ذا اي في الانفكشن هيباتايتس والملاريا والليفر ابسس. ممكن الاقي بروبتوزس نتيجه اوربيتال تيومر سواء يونيلاترال او بيلاترال. في حالات السيروتوكسيكوزس الاقي بروبتوزس زي الولد اللي عندنا دهوت، بتلاقي الاي خارجه لبره كده اهوت، ودي بتيجي في السيروتوكسيكوزس وبتكون بايلاترال. ممكن الاقي يوفيايتس، ويوفيايتس معناها انفلاميشن اوف ذا ميدل لاير اوف ذا اي، ودي بنلاقيها في بعض الانفلاماتوري كونديشن زي الفاسكولايتس وبعض انواع الايديوباسيك كروماتويد ارثرايتس والكوازاكي، وممكن الاقيها في السيستميك لوبس والساركيدوزس. ممكن الاقي كوريو ريتينايتس يعني انفلاميشن اوف ذا انر لاير اوف ذا اي زي في حالات السيتوميجالو فيروس انفكشن والتوكسوبلازما والسيفيلس. دي كلها كلو فور دايجنوز. مهم قوي ان انا اعمل اكزامينشن للماوس، الماوس كونديشن ان انا الاقي فيه هايبريميا او كريكلينج او ليجنز ان ذا اورال ميوكوزا زي حالات الكوازاكي زي الحاله اللي قدامنا ديت، او انا الاقي فيه ريكارنت اورال كانديديزيس، يبقى ده معناه ان الاميون سيستم بتاعه فيه ديفكت وخاصه في التي ليمفوسايت ديسفانكشن، فده بيؤدي الى ريكارنت اورال كانديديزيس. ان انا ابص على النك زي الست دي، طبعا دي بنت كبيره شويه، الاقي فيها سويلنج فممكن يكون فيها عندها ثايرويدايتس، ودي من الحاجات اللي ممكن تعمل لي برضو نوع من الكرونيك ليفيشن اوف بودي تمبريتشر. مهم قوي ان افحص بقى لوكال اكزامينشن الهارت، ان انا ادور على اي ميرمر ككلو فور انفكتيف اندوكاردايتس، او انا اشوف الليفر والسبلين هيباتوسبلينوميجالي زي حالات الملاريا والكالا ازار الفيسترال ليشمانيزيس والكرونيك مايلويد لوكيميا، او الاقي في سيفير ابدومينال تندرنس او لوين بين زي البلفيك ابسس والبايلونفرايتس، او الاقي الليفر كبير لوحده نتيجه ليفر ابسس او برايمري اور ميتاستاتيك ليجن في الليفر. افحص المصل الاقي بوين تندرنس زي اوستيومايلايتس او بومور انفيجن من النيوبلاز، او ارثرايتس عشان روماتيك فيفر او كولاجين ديس اوردر، او ريكتال اكزامينشن عشان اشوف ريكتال بين في حالات البلفيك ابسس which is one of the common causes of pyrexia of unknown origin. طبعا عندنا الموضوع متوسع ومتشعب، فالانفستيجيشن بتاعتي بتكون كتيره شويه، لكن طبعا انا ببتدي ببروتوكول معين وابروتش هنقول دلوقتي. فعندي سي بي سي ان انا اشوف فيها الليوكوسيتك كاونت والديفرنشال كاونت، واحسب نسبه النيوتروفيل للليمفوسايت، والحاجات دي بتبقى مهمه جدا، ان دايما لما بيكون في فايرال انفكشن بلاقي فيه مينلي ليمفوسايتوزس، لو بكتيريال انفكشن هتلاقي مينلي ليوكوسايتوزس،
والابسوليوت نيوتروفيل كاونت بيكون عالي، اللي هي نسبه النيوتروفيل بالنسبه للتوتال ليوكوسيتك كاونت بتكون عاليه. وكمان ممكن نلاقي في حاجه اسمها بانديميا. يعني ايه بانديميا؟ يعني الميوكنس بتاعتي عباره عن باندس، يعني بريماتور وايت بيسيز، فديت لو زادت عن 20% بتمشي مع البكتيريال انفكشن. اليورين اناليسيس والستول اناليسيس مهمين بالنسبه لي، لان ممكن اطلع يو تي اي او غيره. البلاد سمير عشان اطلع اي ابنورماليتي في السيلز او اشوف توكسيك جرانيول داخل الليوكوسايت تقول ان في بكتيريال انفكشن. الاي اس ار والسيرولوجيكال تيستس والتيوبركلين والكالشر بشكل عام في كل الجسم، سواء بلاد او يورين او اي فلويد ممكن اخد منه كالشر، والبومار واكزامينشن از فيري امبورتنت. فدي انفستيجيشن مهمه جدا لازم اعملها على مستوى الراديولوجي. اكس راي از فيري امبورتنت تو ديتكت مثلا اوستيومايلايتس، بس طبعا ما بتظهرش في الايرلي ستيجز، لانه عشان تظهر اوستيومايلايتس في اكس راي في طفل لابد تاخد اسابيع عشان تبان، او اشوف الشيست انفكشن يكون عنده ابسس في الشيست مش واضح قدامي ممكن الاكس راي تشوفه. اعمل ايكو كارديوجرافي عشان اشوف الايفيدنس اوف انفكتيف اندوكاردايتس ان ذا فورم اوف فيجيتيشنز موجوده على الفالف. اعمل ابدومينال سونار عشان اطلع اي ابدومينال انترا ابدومينال ابسيسس او انلارجد ليفر وسبلين. السيت سكان والام ار اي والام ار اي جايد بروبسي فور ديتكشن اوف نيوبلازما او اوستيومايلايتس. طبعا الراديو نيوكليوتايد سكان وده هيلبفول جدا عشان اطلع الابسيسس والاوستيومايلايتس. ابروتش تو دايجنوزيس بقى، انا عايز اوصل للتشخيص. وقفت جنب الحالات الكتيره ده هو وقاعد عمال افكر واقول انا هوصل للتشخيص بتاعي ازاي في حاله بقى لها فيفر 8 ايام، اكتر من 8 ايام، ومش عارف السبب جاي منين، وعمال اعمل فحوصات كتيره مش واضحه قدامي. فيقول لك الابروتش بتاعك بيمشي كالاتي: اول ستيب تقيم الحاله العامه بتاعت الطفل، هل هو جنرالي ويل ولا توكسيك ويل؟ لو هو ويل ابيرنج شايلد زي ما احنا شايفين في السهم ده، اول حاجه لو في اي ميديكيشن العيان بياخدها نون اسينشال وقف، مش عايز اي مضاد حتى مضادات حيويه، خلاص ده رقم واحد. رقم اتنين، تعمل سي بي سي وديفرنشال كاونت عشان تقف على الحاله بتاعتك، هل هي فايرال هل هي بكتيريال، ظهر لي اي ابنورمال سيل في السي بي سي بروفايل، يبقى دي بتديك فكره عن الحاله ماشيه في سكه ايه. واعمل بيزل ميتابوليك بانل ار بي اس، نسبه سكر في الدم، اعمل بعض اليوريا والكرياتينين، دي حاجات اساسيه. واعمل وظائف كبد، واعمل تحليل بول استبعاد اليو تي اي. لو انا محتاج شايف ان انا محتاج اكس راي باي شكل بطلبها، يبقى دي بالنسبه للويل ابيرنج شايلد. من شويه الانفستيجيشن دولت هيديني فكره عن الحاله عشان اخش للخطوه اللي بعدها. لو قدرت ان انا اشخص الحاله من الحاجات دي هي ببدا في العلاج على طول. طب ده لو العيان ده كان جاي لي هوت بس كان توكسيك وكان ال نوت ويل ابيرنج، برضو ستوب النون اسينشال ميديكيشن، وكل الحاجات اللي عملتها في الويل ابيرنج هعملها هنا برضو، بس هضيف عليها السي ار بي السي رياكتيف بروتين as an indication of bacterial infection اكتر. وبعمل كمان هنا بزود كالشرز، باخد كالشرز، وممكن ان انا افكر اعمل سي اس اف عشان حالات المننجيتس والراديولوجي as we need. وهنا ببدا انتبيوتيك بس بعد ما اكون اخدت الايه الكالشر، ودايما بيكون امبيريك انتبيوتيك مكون من تو انتبيوتيك يغطي الجرام بوزيتيف والنيجاتيف زي امبيسيلين والسيفوتراكسون. وبعمل فولو اب وسيريال اكزامينشن تو ديتكت اني ساتل ساين او اني ساين هتظهر جديده عشان اوصل الى التشخيص. طيب وصلت بعد هذه التحاليل للسبب وعرفت المصدر بتاع الفيفر، ابدا في العلاج بتاعي اكوردنج تو ذا كوز. طب من خلال التحاليل دي خلال يومين او يوم او يومين او 24 ساعه او المده اللي انا خدتها ما قدرتش اوصل للتشخيص، يعني السورس نوت ايدنتيفايد والفيفر كونتينيوت مستمر عندي، بخش في الستيب 2. الستيب 2 ان انا بقسم العيان من خلال الانفستيجيشن الاولانيه، قلت ان الحاله دي ماشيه في سكه انفكشوس ولا ماشيه في سكه اونكولوجيك
ولا ماشيه في سكه اوتو اميون ولا اميون ديفيشنت ديبندنج على الهيستوري والكلينيكال وبعض الانفستيجيشن اللي انا عملتها في الاول. لو هي انفكشن اكتر يبقى اعمل ريبيتيشن للكالتشر تاني، وممكن اعمل سبيسيفيك انتي بودي لبعض البكتيريا الانفكشن او الفيروس، زي مثلا اعمل الفيدال تيست فور تيفويد او البروسيلا فور بروسيلوزيس، او اعمل سبيسيفيك انتي بودي الابشتاين بار فيروس فور الابشتاين بار فيروس او سيتوميجالو فيروس كفيرال انفكشن، او اعمل بي سي ار للكوفيد. يبقى ده كله في سكه الانفكشن. وهنا طبعا السي اس اف بقى مش افكر فيها، لا ده هنا لابد تتعمل في الخطوه دي، لابد ان السي اس اف اعملها ضروري، واعمل برضو راديولوجيكال انفستيجيشن اكوردنج تو ذا كوز. ده لو انا ماشي في سكه انفكشوس، لا ده انا ماشي في سكه اونكولوجيك، يعني انا حاسس ان فيه من الكلينيكال برزنتيشن والاورجانوميجالي والليمفادينوباسي والفيفر، ولقيت فيه اي بعض السيلز ابنورمال في البريفرال بلاد، في الحاله ديت لازم اوقف اي استرويد تكون بتتاخد، لانها هتعمل لي نوع من الاميليوريشن للسيمبتومز، وهتعمل نوع من انها تخليك ما توصلش التشخيص صح. وابدا ازود في الانفستيجيشن بتاعتي، اشوف الايفيدنس اوف نيوبلازما عندي، ان انا اشوف يوريك اسيد واعمل ال دي اتش، بحيث ال دي اتش لو اعلى من 2000 في حالات المالجنسي ده انديكيشن المالجنسي، اشوف السيرم في الروتين يبقى عالي ولا لا، اعمل بلاد فيلم اتاكد ببلاد فيلم عشان اشوف فيه ابنورمال سيلز ولا لا، ممكن اعمل ايمجنج ستادي اكوردنج تو نيد. طب انا لو شكيت ان الحاله ماشيه في سكه انفلاماتوري كونديشن او اوتو اميون او روماتولوجي، في الحاله ديت ببدا اخش بالانتي نيوكلير انتي بودي، وده تيست مهم جدا بيجي في بعض الحالات الكولاجين ديس اوردر زي الروماتويد والسيستميك لوبس وغيره، ان انا اعمل روماتويد فاكتور عشان يفرق لي انواع الديوباسيك روماتويد ارثرايتس. السيرم كومبلمنت از فيري امبورتنت ان ذيس ستيج. ممكن اعمل انفلاماتوري ماركر زي الاي اس ار والسي ار بي والفيريتين، ودول طبعا بيكونوا عاليين في الكولاجين والايتو اميون ديس اوردر. وممكن بعد كده اخش على بعض الادفانسد انفستيجيشن الخاصه بموضوع الفاسكولايتس، طبعا مش موضوعنا بالنسبه للاندر جرادويت، لكن نعرف دول كفايه قوي. لو العيان ده من الهيستوري ان هو اميون ديفيشنت، يبقى انا بخش في سكه يا اما الاميون جلوبولين ليفل عشان البي سيل ديفكت، فبشوف الاميون جلوبولين اساي، او ان انا اشوف الليمفويد ماركر والانتي بودي تتر اجينست الفاكسينيشن لو انا في سكه التي ليمفوسايت. وطبعا في مالتيبل انفستيجيشن اميون ديفيشن برضو، دي مش في مرحله الاندر جرادويت، انا كفايه عليا اول نعرف دول. لو من خلال الاربعه كاتيجوريز دول قدرت اوصل للتشخيص، ببدا برضو للعلاج. اف ذا كوز از نوت ايدنتيفايد، بخش على المرحله الثالثه اللي هو بيسموها ستيب 3. في الحاله دهيت انا ببقى الحاله بتاعتي وصلت لمرحله مش قادر اوصل للتشخيص، فممكن اعمل لها ريفيرال الى تيرشري سنتر او حد سبيشاليزد في الموضوع ده، هوت ان هو ممكن يخش بانفيزيف مانوفر سواء بوم مارو بايوبسي او اذر سيرولوجيكال ماركر، او ممكن اعمل بون سكاننج او اخش انفيزيف، وفي الحاله دهيت بوصل بالاندوسكوبي او غيره. دي كان بالنسبه لعملية الفيفر اوف انون اوريجين، ده طبعا اتكلمنا عليه اللي هو الفيفر. طبعا العلاج يا جماعة بيعتمد على الاتيولوجي. Once you reach the cause you start diagnosis. انا الحالة بتاعتي infection يبقى هدي antibiotic، ودايما بندي broad spectrum antibiotic يغطي الجرام بوستيف والجرام نيجاتيف. لا انا خاصة الحالة تيفويد، يبقى drug of choice عبارة عن سيفوتراكسون بجرعه 100 ملي جرام بير كي جي بير دي لمده 10 ايام، شخصت انها بروسيلا لها بروتوكول العلاج، شخصت انها مننجيتس يبقى لازم اعمل كومبايند انتي بيوتيك وي شود ستارت از رابيد از بوسيبل، شخصت انها كولاجين ديس اوردر اكوردنج تو ذا كوز مالجنسي بعمل ريفيرال لانكولوجيست عشان يبدا لها البروتوكول بتاع العلاج، وكده اكون وصلت للتشخيص. واتمنى ان انتم تكونوا استفدتوا من الموضوع. طبعا الموضوع بتاع البايركس اوف انوريجن ده كبير، انا حاولت المه على قد ما اقدر، على قد ما اقدر على مستوى الاندر جرادويت يا جماعه، لكن هو موضوع مهم جدا، اتمنى تكونوا استفدتوا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.